يوتروفيزيكال سبيس. واضح جدا وسهل جدا. ها وطبعا احنا ايه لسه هنفتحه زياده. جيني شاشه ايوه بس زي ما هي كده على اي حاجه منتظر الان. ده الفيرست افاسكولار سبيس في البلفيس. نحط سواب فيه, نحط سواب كده نسيبه. الفكره فيه طبعا ان احنا هنعمل له لسه ديسكشن شويه يا بنتي, فرصه طويل شويه عشان ايه نشوف السبيس ما بين البلادر والايه واليوترس. جيني خد التراكتور. لا ده وايدك ما تغطيش على الكيس. افتح ده كده اهو. هاتي ده يا سلمي, ده الراوند. هاتي على ابره بس, على ابره. ناخد فيه غرزه عشان هنقصه بعد كده. هاتي ارتري. خلاص بصي خلاص الناحية التانية راوند. التراكتور من هنا امسكي انت راوند من الناحية التانية. التراكتور يا بنتي, التراكتور ده ليه فايده؟ انه يمسك الابدومينال وول يبعده عني. لا مش شايفه يبقى تبعدي, تروحي بعيد. هاتي هاتي على ابره دي ولا ايه؟ ارتري اي حاجه؟ اتفضلي وحضري على ابره. كترش سلمي كويس بس ستوب. ارتري ايوه كده على طول, خليكم ايه جاهزين. خلاص ارتري خلاص يبقى احنا كده ايه بنفتح البريتونيوم خالص. امسك ده كده خليه اندر ستريتش كده والتاني كده اهو ماشي. اديني الرينج بتاعي ومقص الديسكشن الكبير يا بنتي. كل ما اقول لك اللي هو سنجل فورس كل ده انا مقص كبير قوي. شاشه على جفت فين ده؟ لا ده انا عايزه يبقى اكستندد شويه. طب هات عشان من ده شد شويه كده اهو. ها؟ شد شويه. وعايز التراكتور كده. التراكتور. حاضر. التراكتور الاول. هات التراكتور الثاني يا اميره. في ديفا الثانيه يا اميره؟ موريس. هاتي نان توست. نان توست. شفط. شفط كده؟ لا مش شفط احسن. او خلص خلص كده. هاتي فوت هاتي نان توست طويل او حتى مقص ممكن. السكند افاسكولار سبيس اللي في البلفس موجود ما بين الاوبليتريتد هايبوجاستريك ها على ناحيه توست ولا اي حاجه والايه واللاترال بيلفيك وول. ادي زي ما انتم شايفين كده. حضري الشاشه برضه. ادي سكند افاسكولار سبيس اهو واضح. ادي
الاوبليتيتد هايبوجاستريك وادي اللاترال بيلفيك وول. لو انا دخلت صباعي كده بدخله ناحيه الكيرف بتاع البلفس اهو. واضح السبيس ده؟ مسموح ندخل صباعنا؟ لا مش مسموح دلوقتي عشان نبص الدنيا باينه اهي. ادي الاوبليتيتد هايبوجاستريك اهو، مش هتشوف حاجه يا دكتوره من هنا، ما تقعديش تنامي عليا. ادي الاوبليتيتد هايبوجاستريك، ها شايفينه؟ شايفه انت؟ ايوه انت. طيب عشان مش عايز اتكلم عشان التصوير، قول ايوه شايفه. ايوه شايفه. مسموح نحس بصبعنا؟ لا. تعالى الناحيه الثانيه، احسسك الناحيه الثانيه. هات لي شاشه ناشفه. لا شاشه بلاش يا دكتوره، امسكي كده والا هروح من مكانه كده بالعين. يعني ايه اللاند ماركس بالعين كده؟ يعني اخش بالمقص فين؟ خش من المقص عند ادي الراوند اللي احنا قصيناه اهو. هيك دكتوره ادي الراوند اهو. تمام. تدي لفوق كده، ادي ده لفوق كده اهو. وهدي الريتراكتور ده كده اهو. ها هي التيشوز اللي في البلفس اللي هي شايف الباسكولار سبيس باين؟ وضع مش واضح. يبقى ده البارافيزيكال سبيس من الناحيه الثانيه. هنلاقي هنا الاوبليتريتد هايبوجاستريك موجود من عادي. لا ده تكمله ال بتاعتي دي، كان مع الفولد اللي هي راحت الناحيه الثانيه في المكان الفتحه الاولانيه. يعني رفعنا الديزل. هات لي شاشه على جفت. هي طبعا الدكتور ايه مخطيه كل حاجه هنا كده. هات شاشه على جفت. ما تدينيش شاشه كده يا اميره. اميره عايز المفروض حضرتك شيل دي الاولانيه اللي انت كنت مديها لنا كده. معناش غير واحده بس. انا معايا 20 شاشه و10 فوق. ادي السكند افاسكولار سبيس اهو في البلفس ده. مش حط صباعك لو عايز، باين يعني مش محتاج. باين. حط صباعك. البلادر ادي اول افاسكولار سبيس هنا، ودي البلادر بيلر. تمام. ها؟ واضح؟ واضح. يعني احنا لو فتحنا ده كده شويه ادي بلادر بيلرز اهي. ادي شاشه على جفت صغيره. ادي الاوبليتريت هايبوجاستريك. افتح شويه السبيس. مش هتشوف من عندك يا هشام، فما تقعدش تعمل لي حركات. هات الشاشه عشان تشوف من هنا. انا عايز شاشه افرديها، ما تحب تكلكع عليش. افرديها. ادي الشاشه اهي. نشف بس الايه السبيس. وادي الناحيه الثانيه نفتح كده. وادي الثري افاسكولار سبيسز بتاعت البلس. الفيزايك ال الريتروفيزايكل والبارافيزايكل يمين. مش افتح ده لفوق، ما تخشش جوه السبيس. اهي باينين. هات لي شاشه يا امير. عندنا ده ايه؟ ده الليمفانديبلو بلفيك. وادي البريتونيوم اللي هو ماسك. هاتي مقص. هاتي البتاع بتاعي راح فين؟ ادي سبيس تاني اهو ما بين الهايبوجاستريك فيسلز. ايوه النور كده احسن بكتير. برافو عليك. ها؟ هتلاقي اليوريتر على الناحيه دي اهو. هاتي مقص. دكتور عبد اللطيف هيشاور على اليوريتر. فين اليوريتر؟ اهو ده. تمام؟ يبقى احنا كده. افتح ده كده يا دكتور. ادي عندنا هنا اليوريتر اهو. ادي انا بوضح بس. انت عارفني. انا عارف بيه انا عشان كده. ادي اليوريتر موفينج اهو. بيتحرك. تمام؟ شايفه؟
حد ينطق. نايم ادي اليوريتر اهو بنخليه في الايه في الميديا المهلاك داس. يبقى امامنا هنا ادي وادي السيرد افاسكولار الفورس افاسكولار سبيس اللي هو باراليكتر سبيس اهي واضح. ممكن نحط صباعنا فيه ادي مقص مش محتاج يا عبد اللطيف تحط صباعك ويدو هات في نان توست يلا عندنا عند الدكتور عبد اللطيف يلا يا شاب انا ماسك ما هو ماسك يا ابني حد يكوين بس بس تاني اكوى تاني بس خلاص خلاص بس مش مشكلة. المهم ادي الايه بلاش ببوز التكتر ادي الافاسكولار سبيس اللي هو نمرة اربعة ودايما لما بنوسعه بنوسعه ناحية البلبس على شمالي سوري على اللاترال سايد في الهايبوغاستريك فيسلز وعلى يميني في اليوريتر اللي احنا وريناه تمام. دي حاجه دي ولا ده ولا حاجه راح امسك التراكتور ثاني امسك كده بناخد خد السيجمويد ده عندك كده لا بايدك يعني قصدي بريتراكتور ثاني التراكتور ثاني هاتي مقص كبير شوية يا عرس كبير بقى ما فيش بين ده وبين ده خد كده هنا فوق الحتة دي كلها كل الحتة دي لا لازم يبقى واحد من تحت واحد من فوق هاتي نون توست امسك ده هيك كده يشدوا لفوق عشان البسل اكوي بس بس ريكتم ده انا مش هاخده عليك عليك لاترال ادي البسل ده طبعا الاوفريان وادي هنا الفيفس كده ولا ايه؟ فرس ولا فرس؟ فرس 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 ده معمول عشان يعمل فرس كده ادي الهايبوغاستريك فرس 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 خد كده افتح كده شوية لا ده كبير قوي ده بس حط فرس 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 هاتي نان توست يا سلمي بس تعال علي شوية مقص ما تقعديش كل شوية تسحب المقص مني ها خليه قدامي هنا ما تجيبيش ده تاني خالص ماشي هاتي النان توست تاني اللي هو الرينج قصدي بتاعي الرينج حتى في الجروب الرينج التاني تجيب الرنج التاني مين؟ نعم هات الشاشة على جفتي معلش قلت ما تجيبها ليش مفروضة يا هادي الهم وده السبيس طبعا بس احنا يعني في شوية اوز كده فاحنا ايه هنستكفي دلوقتي كده لغاية ما ايه ده البارالكتال سبيس الفيفس ادي الهيتروجاستريك اليوريتر اهو هات ال شوشه شوشه نشف تاني شفطه ماشي يلا نشف تاني في شويه تقوز معلش يعني انما ادي ايه الفيسل الهيتروجاستريك فيسل اهو وادي اليوريتر هنا اهو باين اهو ده اليوريتر والهايبوغاستريك فيسلز موجوده الناحيه دي يبقى ده الفيفس افاسكولار سبيس هنحط بس باك كده ونسيبه شويه عشان نعرف نبص عليه كويس لو احنا بقى ايه شفنا كده احنا عملنا ايه
خلينا ناخد الاول امسك لي الريكتم ده ستريتش. طب امسك ده وده ستريتش. ها اديني مقص طويل. لا من هنا كده عشان نعرف اشتغل. ده الفيفث افاسكولار سبيس السكس افاسكولار سبيس. نايس. امسك لي ده كده. حاضر. هدي يا اميره من فضلك. خلص الرنج. ها هاتي ارض طويلة يا اميره. ادي لا مش ارض طويلة. ادي الريكتو سيرفايكال او فاجينال سبيس. ده بيتعمل طبعا ناحيه البلفس كده ناحيه الفاجينا. هاتي برضه مقص تاني. لا ما تحطش بقى. انا عايز اشوف حضرتك شاشه على ايه. شاشه مش شاشه على ايه. نشف شاشه على ايه. شاشه على ايه. ماشي. كيف شوي. يبقى ادي ايه السبيس الاخير. في طبعا في الجامعات دي بقى كده. اخد ده عشان ايه. ادي اليوريتر اهو. هين ده اليوريتر. ده اليوريتر اهو. سوري اليوريتر بتاعتي. ادي الفيسل. طيب اديني كده ربط سايب. جوز طبعا تحت. بص طول شوية. مقص. هاتي مقص ثاني. هاتي الرينج بتاعك طويل. شو شو هذا؟ هذا هنا. حط شو. ماشي. عندنا هنا شاشتين في الحتة دي. تعدل الشاش بتاعك. ها لا لي هنا. ادي الايه. هاتي الريفلكتور هنا. ادي اليونتر بتاعنا الناحيه الناحيه الثانيه. باين. ادي ايه. ادي يلا ربط البوت بتاعك على بوز ارتي. هاتي ارتي ثاني. في ابره ده. يلا يلا بس مفيش ابره. اهو تمسك على حاجة. يلا قصي سيبيه بس هنا عشان ياخد اقل حته منها. ابو لطيف هتقعد تتحسك. لا دي انا مش عارف. نص. شاشه عبد اللطيف. انا ما عنديش طقطان. لا والله. لا ما عنديش طقطان. انا الكلام بتاعك ده والله العظيم ما بهزر. هتقعد تعمل لي كل غرزه مسرحيه ولا ايه؟ بص يا ابني الكلام ده بتاعك. ها خد اديني هاتيلي ده سرمي.
هنتوس بقى. يلا ده قلت ما بيمسكش يا ده غيره برضه ما بيمسكش برضه ما بيمسكش كده. بس طويل فين ده. هاتي فوطه كبيره هاتي نانتوس يا شايفها اهي واحد اثنين ده اليوريتر اهي هاتي لينجات كده لينجات ده يا سيرمي اميرة بس بس يعني تعود ايه ما تسرحش ده يا سيرمي خلاص طويل ادي اليورت ها ده سلم بعيد عنه فين الباك صدري باكو كمسك اليورت ده بالبتاع دي عشان نبقى عارفين بس مكان ها تمام الشاش بتاعنا فين؟ ها اتركها من هنا كده يجي بارتين بص كده ايدك بقى خد الريتراكتور هنا الهدف من الافاسكولار سبيسز اللي احنا بنفتحها دي ان احنا نشوف الباراميتريوم ها؟ تصور المنظر ده افتح افتح الانشيه دي شايف يا دكتور محمد يعني انا اصبعي في الفيزايكو بارافيزايكال والباراريكتال سبيسز صباعين دول اهم ناحيه البلفس كده وبشوف ما بينهم البرود ليجمنت واضح؟ واضح هات الرينج يعني ادي سبيس اهو وادي سبيس تاني ده ما بين الاوبليتريتد هايبوجاستريك طلع يقولوا لهم يتخرسوا بره ها الاوبليتريتد هايبوجاستريك ده الايه ده ده الاوبليتريتد نيرف لكن احنا هنا ادي الاوبليتريتد هايبوجاستريك اهو واضح يا محمد اه واضح وادي الباراميتريم بتاعي ادي الباراميتريم ادي هنا الاوبليتريتد هايبوجاستريك اهو تمام وهنا في ال اللاترال بيلفيك وول وده الاوبليتريتد نيرف باين في اخرها وادي البارالكتال سبيس اهو ما بين الهايبوجاستريك على ناحيه واليوريتر هاتي نشاف كده شوف واليوريتر على الناحيه الثانيه كده اهو ادي اليوريتر اهو اهو ده والهايبوجاستريك فيسلز وادي البارامتر كذلك الناحيه الثانيه ادي طبعا السبيس اللي هو الاولاني خالص اللي فتحناه اللي هو فيزايكو يترو فيزايكال سبيس ادي البلادر بيلرز تمام امسك كده بقى افتح كده اهو وادي البارافيزايكال سبيس بارافيزايكال سبيس والباراليكتال سبيس وادي الباراميتريوم هنا حط ايدك يا دكتور عبد اللطيف صباعين كده هنا وهنا حس الباراميتريوم which is not infiltrated في الحاله دي تمام وادي اليوريتر ما بيننا اهي اهو على اللاترال سايد بتاع سوري الميديال سايد بتاع الباراليكتال سبيس والناحيه الثانيه هنا في الهايبوجاستريك فيسل اهو شاشه كده خلاص الهايبوجاستريك فيسل اهي اهي هو ايدك يا اهو باين اهو هايبوجاستريك ايه فيسل
وادي الباراميتريوم اهو ما بين السبيس اللي هو بارافيزايكال والباراريكتال سبيس. وقف بقى تصوير خالص. ده ريكتو سيجمويد. ده اليوريتر اهو وهو داخل في اليوريتريك كانال. بيعمل بريستالس ده. واضح؟ واضح. الدكتور عبد اللطيف ماسكه هنا بس عشان انا دايما ابقى عارف. وهنا ادي اليوريتريك كانال. تمام؟ حضرتك. حاجة طويلة شوية يا مش هنمسك عشان حاجة. سيب ده بقى خلاص. بس امسك ده. هاتي ارتر تاني. حبكش يا دكتور مكيش. مقص. داري على الابرة. سيب كده دكتور بلدي شويش. شويش. ايه دي عشان سنة دي بقى على موقع عمرك ما تغير الديركشن بتاع الفيسل. هاتي بقى نشاف. يا دكتور ما تركنش على الحوض. يعني ارفع لفوق ما تركنش على الفيسلز. ها؟ عشان ما يحصلناش ايه مشكلة. طبعا ادي زي ما انت شايفين اهو. ادي اليوتراين مربوط. وادي اليوريتر. خرج من اليوريتر الكنال اهو. طلع اهو. داخل في البلادر. داخل في البلادر اه. ايه اللي داخل يعني ايه داخل؟ لا بقول يعني بكمل كلام حضرتك. اه خلاص واضح. اه تحب امسك مور بروكسيمال ديستال قصدي ولا تمام؟ تاني اهو ادي اليوريتر اهو ماسكينه في الميديم فلاب بتاع البريتونيوم سايبينه زي ما هو اتاتش عشان الفاسكوليشن بتاعه. وداخل هنا في اليوريتريك كانال اصلنا احنا اللي فتحنا اليوريتريك كانال. طبعا لسه هنكمل ديسكشن شويه. سبيسيمين هاتي كوتري. هاتي كوتري. هاتي الريتراكتور هنا كده كده وده الريتراكتور كده. هاتي الشاشه سايبه. خلاص ما خلاص يا محمد. اه ايوه اتفضل. ده الليترال. ادي الهايبوجاستريك قلنا في الباراليكتال سبيس اهو اللي بقيته مكمل اوبليتريتد هايبوكاستريك. محدش يحط دماغه في الجرح عشان نشوف. شد كده النور عايز يجي هنا كده شويه. اعدله بقى. ايوه كده. هاتي لي جفت تاني كده. ماشي. لا افتح ده كده عشان يبان. بص حد يد النور برضه مش مظبوط ولا انت اللي مغطي؟ انت اللي مغطي. طب خلاص خلاص. ادي الاليم فيسل ده. دي الانتيريور ديفيجن بتاع الانترنال الليك. طلع منه برانشز. برانش منهم اللي هو اليوتراين اهو. وبقيته الاوبليتريتد هايبوجاستريك فيسل اللي هو بيخش هنا وعملنا له عملنا هنا في البارافيزايكال سبيس شفناه. جوه هنا. وده اليوتراين. تمام؟ وادي اليوريتر. ادي اليوريتر. احنا ممكن طبعا نربط اليوتراين من هنا بس انا بفضل دايما اربطه في الميديا الاسبكت بتاعه. ليه؟ ليه؟ ليه عشان اشتغل على حاجه اربطه تاني؟ عشان البلاد فيسلز.
عشان ايه؟ الفاسكولاريتي بتاعت اليوريتر عشان اليوريتر ما ايه؟ مش افكت مش افكت في الورطه اللي بياخد من الكراين منه بالظبط كده مش كده. هتيجي لي بقى ايه البس الكلامب المعكوف بتاعنا زدت على الناحيه الثانيه كده. انت الريتراكتور هتشيل فين الريتراكتور؟ دي بقى ثاني يا امير حط قدام الشاشه شد على الشاشه شد تحت ادي هنا كده انتيرير ليه مش كده ادي الايه اليوريتري كانال ادي اليوريتري كانال في الايه البرود ليجمنت اللي داخل فيها وده ايه ده تراينجل تراينجل تمام ناخدها كده هات الكلام تاني نروح شويه ادي هنا الليتراين ونفتح باب ايه مقص يا باشا هات المقص سوري شفت بقى هات شاشه كده على جفت شاشه بقى شاشه ناشفه يا شيخ استنى يا محمد اليوريتر ادي هنا الليتراين احنا قصناه وادي هنا داخل على البلادر احنا يعني عملنا ديسكشن مش فاكر الكلام بس عايزين برضو نخلع ده شويه هاتي ارتري طويل لا لو ليه كيرف يبقى احسن كيرف عايز لورا شويه شاشة على جفت شاشة يعني بس هي شاشة تاني هاتي ارتر تاني كده كل برضه يعني طويل وكده هاتي لان توست ديني شاش صغير من هو بتاعي انا ما تريحش على العيانه والرنج بتاعي فين هنعمل ايه نشيل بس الفات ده من سوري يسموه ايه الروس الاريولار تيشو ده هاتي ارتي كمان ممكن بيخش بالديفر بول سبيس هدي الوقت لما نوسع شيء يا بخش ما تتكنش على الناس تمام هاتي مقص خلاص هاتي لي شاش تاني صغير شاش صغير ادي الليمف نودز اهي على الفيسرس اهي باينة؟ باينة أيوة. آه. بنفتح عند البايفركيشن بتاع الكومن ايلك نبدا كده ديسكشن ادي اليوريتر اهو هات الشاشة تاني فوق شوية بس الشاشة صغير قوي انا عايز دايما بعد كده لا انت غيرت الشاشة ده مش مظبوط هات اتنين انا قلت شاشة فيرتايم ده يبقى ربع الشاشة الكبيرة ادي البايفركيشن اهو ادي الاكسترنال ايلك انت بتصوره ولا ايه؟ بصوره ادي الاكسترنال ايلك وادي الانترنال ايلك اهو اللي بقيته الاوبليتريتد هايبوجاستريك اهو اللي بقيته هنا اليوتراين اللي احنا قفلناه اهو اليوتراين اللي قفلناه تمام؟ وادي البارانكتال سبيس وادي السبيس الثانيه اللي احنا ايه كنا فاتحينها اهي النور طبعا وحش جدا يبقى ادي الانترنال ايليك سوري انتيريور ديفيجن اوف ذا انترنال ايليك انتيريور ديفيجن داخل جوه هنا
جوه خلاص. وادي الانترنال اليك وادي الاكسترنال اليك وادي البينس. اديني بقى ايه ارتري بكيرف صغير كده. لا طب لازم يبقى طويل، اي حاجه لازم تبقى طويل عشان اعرف ايه اخش. ماشي، بنعمل ويندو عند البايفركيشن هنا. انا عايز ده كمان يجي كده. There are no major blood vessels above the external iliac. فناخد الليمف نودز كده من فوق. ايه اللي بيخرج من فوق؟ ها؟ عملنا ايه؟ dissection كده. هات مقص. الدليل الدايسيرمي بتاعي، قصدي الفرس بسرفايا بتاعي بتاع الدايسيرمي. ادي الانفلوز اهي. النور عايز يجي كده شويه. وبناخد الايه؟ خد ده شويه افتح. ادي نشف شاشه كده. شاشه الاعلام. هتحسس لي زي الافندي بسرعه. هادي ايه الجروب اوف ليمف نودز اللي احنا عايزين ايه نسلكه. طبعا هنا مفيش حاجه، احنا بس مجرد ايه. افتح بقى ده كده فوق، خد لي حاجه من هنا كمان. ديفرتني امير. يبقى الرفايع دي للدكتورة ويشيش على البلد. بس انا هو كده بفوق الدكتورة كده. تمام؟ هات نشاف كده. نشاف كده. وانت ما تريحش على الموضوع. ما لكش على السبب. سمحت يعني. هاتي هنا هنا. شوف لو عملت حاجة أنا ما قلتش عليها مش هيحصل لك كويس. ده كسرنا ليلك نودز خلاص. يبقى ادي اللي كسرنا ليلك أهو. مش مشكلة، كل ده مش مشكلة. هاتي شاش من بتاعي وأنت ما تريحش. قلت لك على العيانة لفوق عشان ما تعملناش دي فينس. خلي كده عشان ايه نحس ان فيها شويه عزه لفوق. ده الاوبليتريت هايبوجاستريك فيسل. ها؟ وده الاوبليتريت الفص. ماشي؟ هات الفين ريتراكتور بتاعي. دكتور عبد اللطيف جنتلي. ها؟ خد الارتري بس دي ولا الارتري دلوقتي بالفين. دلوقتي بس كده. هاتي لي الرنج بتاعي فورسبس. عشان بس اللي مفاتكس اللي عندنا حوالين البال. مش حاجه سيريس يعني. خد الفيلم ده لفوق. هو ده الاكسترنال دي؟ شاش؟ لا لا سكتش شاش. اتفضل. ايش تاني
مقصره يا دكتور ما تقلقش اعمل زي ما بقول لك نعمل ديسكشن ام ايرو بي في مكانك هنا يا عيسى كده ده الاوبتريتور نيرف اهو الاوبتريتور نيرف ما بنعملش ديسكشن بيلو ات كل الديسكشن بتاعنا لغايه اباف ات هاتي ده سيرم لا ده سيرم خد ده وانت اكتب اللي فوق وانت اللي فوق ده هات لا ننتوز يعني ده سيرم حضرتك انا بقول لك وقف بسرعه ها حضرتك ايه انا ما قلتش حاجه بس يلا خد عليك شويه كيبي ها بس انت كيف ناس عندي في حاجه ناشفه حضرتك وين اوكي حاجة ناشفة مفنود ايه؟ دي مفنود او في حاجة حاجة فين؟ هي اللي حاجة مسكها انها يعني في معانا ليه مفنود على الادش ما احنا بنعمل ايه؟ لا انا قصدي بيه يعني ناخدها يعني احنا اساسا بنعمل ايه؟ انا عايز افهم بس في فاسل هنا بس طبعا ايه احنا بيه ده عمل شوية خدي ده الاوبتريت سرعة تطريق كورف دي اميرة واحد تاني كده فهم صور هاتي ربط بصي مش كده دكتور كده قول لي منكم عشان مش معايا في العمليه قاعد تكلم انت هناك ما اعرفش بتنيل ايه خليك معايا هنا في العمليه شوف نيفر دو ديسكشن خليك معايا هنا محمد ايوه نيفر دو ديسكشن نيفر دو ديسكشن بيلو ذا اوبتريتور نيرف هنا بقى في الفينس بلكسس هات يا ولد بقى اللي هي ممكن ايه؟ شوف بس بقول لازم ابدا اعلمك وبعدين جايبالي بتاع قصير اهو خليك زي ما انت ما تلفش يا دكتور قلت لك اتعلم ما تلفش قلت لك ما تلفش اتعلم ما تلفش البيديكل ابدا 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 يعني كده؟ ايوه هاتي الرينج رينج يمشي رينج بتاعي ادي ارفع لفوق يا دكتور ادي الاكسترنال ايلك ها واحنا يعني ايه عملنا له ديسكشن مفيش حاجه دي الماسل نفسها سوس ماسل مفيش حاجه عندها وتحتيها كمان عملنا ديسكشن مفيش حاجه تستدعي ابدا يعني في حته هنا بس يعني ايه هات ال فين ريتراك ده اليوريتر اهو ده اليوريتر اهو ده الانترنال اليك خد الفين لا نحتاج لا لا انا كنت فاكر حضرتك عايز توري حاجه لسه في حته انا عايز اشيلها ادي الانترنال اليك انتيريور ديفيجن وبلتريتد هايفوجاستريك كل الاناتومي هنا مفيش داعي نعمل ديسكشن فانكشن ممكن يا دكتور تاخد لي ده معاك عشان انا مديك ده تمسكه عشان تشد لي كده ها تمام يا دكتور مش عايز اشد فتره طويله فمستني حضرتك تبتدي هاتي نقص كده مفيش حاجه بقى النقص ده تدري لا خلاص ادينا بقى شاشتين صغيرين